بعده تكفى. ايز اللي بعده. الله لا 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 لا. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد، اليوم جايبكم ماب عربي، واليوم معي ريان اوسمز. يا هلا ويا مرحبا. هلا 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 سهلا. طيب اليوم جايبكم ماب عربي اسمه ماب اليوتيوبرز العرب. هذا انا بضحك اذا ما لقيت اسمي واسمك. تخيل ما لقيت اسامينا والله بحق. تخيل ليش قاعد يخوفنا بالبوسترات اللي حاطها. لا تدري شو حسيت كانه كذا صارت سينما بوسترات ومدري ايش. هو الفكره اتوقع ان اصبر والله اتوقع اتوقع بسوي شيء بضغط زر الاسامي بتيجي في الشاشه فهمت؟ والله العظيم اتوقع هذا الشيء. نظر بروجيكتر، هذا بروجيكتر شيء. اوه توني انتبه. والله فعلا كانه سينما بس لو حط كراسي واو والله بيصير شيء رهيب. بس بنفس الوقت اتوقع عشان الكراسي بتصير مخربه الشكل وزي كذا. عموما قبل ما نبدا المقطع لا تنسون اللايك واشترك في القناه اذا مو مشتركين. خلونا نوصل 500,000 اقرب وقت. وثالث شيء كود شوب في اس ال، شكرا لكل من حطه وشكرا لكل من تسف القناه. وبس اسماء المنتسبين باذن الله في اخر المقطع. يلا خلينا نبدا. مهم هنا وهنا البدايه. خلينا نروح لهذا. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اذا حبيت تدعمني استخدم كودي دي ار اف قام تنفيذ الماب ايدرفكس وسعودي اكس اكس دبليو. هذا الماب عباره عن مراحل اليوتيوبرز، خمس مراحل. اوكي خمس مراحل خمس يوتيوبرز. استفسارات على انستغرامي ايدرفكس. انا ايش فيني علق ما ادري عجزت انطقها. طيب خلونا ندخل هنا ومرحله بندر. مرحله بندر انت بس انا لايف. اوكي والله حلوه الحركه، حتى حاط الثيم احمر زي ايش يسمونه ذا فلاش. يب يب. خلونا نبدا. اوكي ان شاء الله المراحل سهله ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله انها سهله يعني. ان شاء الله يعني. الله ما صرت شيء. اخي ما اشوف من افخاخك. انا شلون ما لازم انقص فوق هذه، انقص فوق هذه ايش اسمها الحافه. اوكي والله ما في وقت. والله على طول مد. بطف بطف بطف. واو انت نطيت فوقها بعدين فوق الثانيه ولا يسار؟ فوق الاولى الثانيه يسار. يا ساتر بس ما لايف. طيب مو بكذا الله يعطيك العافيه. والله مره ذا تو ماتش. الحين حاط هذه تعرف اللي تسوي فيها كنترول كراوتش. ايه حاطها ايه. ما مدى نعديها على طول مت من الفخاخ. مت لك انا قبل شوي حتى استغربت ما قلتها، قلت يمكن انا غلطان. اوكي خلنا نسوي كذا. لا والله اتوقع تهويش. ثواني ذي كانها تطلع بسرعه. وش الفخاخ؟ ايه شفت؟ اما كانها تطلع بسرعه. لكم سرع الفخاخ. والله يمكن والله بسرعه تطلع يا ولد، او انه ما خلى سرعتنا مره ماكس. اتوقع ان سرعتنا بطيئه. اتوقع سرعتنا بطيئه. اتوقع انك لازم تهوش الفخ الاول بعدين بعدها تمشي. ما ادري بس اتوقع لا يكون جاي بالعيد. ما ادري والله عاد بزعل. لا لا ان شاء الله. لا لا ان شاء الله اكيد جرب اكثر مره. خلينا نشوف. اوكي حلو انا وراك. بسم الله. اوه اصبر كانك تقدر تدخل بدون كراوتش حتى. حداك اتوقع يمكن اجل انا كني سويت كراوتش متاخر مره. يا اخي ايش سالفه الافخاخ تطلع مره بسرعه. بجرب الحين بدون كراوتش. جرب. اي والله انها تطلع بسرعه. احنا مو سريعين ترى، احنا مو سريعين. بعدين وش ذا الرفت اللي فجاه في النص؟ هذا الرفت هذا اللي ترجعك بدون ما تموت فهمت؟ يعني ما يحتاج انه تسوي ريسبونين. اوكي. وات سويتها ترى بدون كراوتش، حرفيا بدون كراوتش. بس المرحله اللي بعدها من الخمس ما ادري وش هي. والله اوه هذا شو ما ادري شنو اللي بعده. نطيت انا وبس. حتى انا ما ادري ايش اسوي. اهم شيء عرفنا فكره ان هذا. بس اتوقع ان اللي بعدها باونسر باونسر باونسر. وين باونسر؟ اوه امش بس امش ما عليك. ماشي بدون نط بدون شيء بدون اي شيء حرفيا. استنست انها سهله يمديك تسويها مو يعني معقده. لا يب يب يب. بعد الباونسر بيوديك على بلاتفورم بسيط لازم تنقز على اخر شيء عشان توصل. انا نقزت مبكر جبت العيد. تكفون هات. اوووه تك وصلني. والله والله نطيت والله اقسم بالله نطيت. سمعت سبيت. لا تكفى لا. اوكي 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 اوكي. بعدها. ليتس جو. اخيرا. طيب هذه شوف ملاحظ انه ما في تشيك بوينت. اوه شوف مكتوب لايك اشتراك. لا تنسى لايك الاشتراك. اوه بس انت بلاش تجيب العيد. انا بكون فوقها. اشتراك. هنا وشو؟ مشاهدات. لا لا. اوه
قلبي ترى مو موصلك. ايه ايوه شو ما راح نسيس اللوم يقطع مبلة عطلك حق تدي السم شو وش قصدك؟ لا تغلط فيها مرحلتك، لا تغلط فيها عزيزي انا مت ليه عشان السم؟ انا اقولك وش قصده. اوكي والله كفو يعني مهتم فينا الحمد لله. شكله بيحط اسمك شكله 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 بيسحب علي والله. انا واسطه. اللي بعده اللي بعده اللي ها اوكي اوكي جي جي بس ما في تشيك بوينت كالعاده. ما ادري عنه هاي بار انك تمشي اكيد صح. واو ما كنت ادري ما كنت ادري وات واو اوكي مت جبت او الكفر يا ساتر. انا ليش ما حطيت في بالي ذا الشيء والله جد ليش. اوكي يخليك تعيدها من اول. بعدين هذه لازم السؤال هل لازم نسوي استات ولا دبليو فقط؟ انا سويت استات جبت العيد الظاهر. اوه تروح على اليسار. اوكي تكفى الله الله تكفى وصلني الله. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. دخلت وجهي في الشاشه انا ما اشوف شيء. واو بقي الاخيره. واو يا الله واو يقطع من القهر. ربي وانت ربي تكفى. واو سويتها سويتها كاملة؟ ما في تشيك بوينت. إيه بس ما في تشيك بوينت والله صعبة. حرام والله الماب صراحة بنزله تقييم بنزله عشان تشيك بوينت ليه؟ هو أتوقع إنه عشان الليفلات شوية عشان كذا حاط بدون تشيك بوينت. أوه ماي جاد. بعدها مشكلة باركور. أوكي دقيقة تكفى تكفى. الله وصلتها؟ لا تكفى لا تكفى. لا اللي بعده. لا يا شيخ ما عاد والله قهر يا اخي حتك بوعدينا يا اخي. اي انت عديت هذه بس مت في الباركور صح؟ اي مت في الباركور. اي مثلك انا قهر والله. بسم الله بسم الله. يوه اللي بعده تكفى. ايز اللي بعده. الله لا 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 حرام عليك والله ما شفتها الا متاخر قسم بالله ما دريت. يا الله كنت ناط من هذه الباركور فجأة طحت على هذه طحت على سقعت فيها. يا الله يا الله. اوكي هدي بعدين هذه ايه نظر تحت نظر تحت. اوكي بعدين روح ليسارها انتبه انتبه هد هد هد. لا 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 اضرب نظر تحت اضرب نظر تحت. لا اله الا الله لا اله الا الله توتر اقسم بالله انا توتر. انا لو حاط حاجز بس اخيرا اخيرا يا رجل مرحلة دوسم سلام. تعالوا ايش قصده بينك حاط بينك ما بينك والله شوف والله كيوت. اوه ومبلوك اوه شكلي يعرفني ذا اكره ومبلوك جامب انا احبه صدقني لا اسويها من اول متى تخلص الله اخذها والله متى اخيرا. اوكي اوه لا لا تفكر علي اوش وات طريان تلميح تلميح لا لا خلاص سكت سكت بعدين سيستر وش بعدين يا ان ناخذها يا ناخذ تلميح ايزي. اسمع نمشي لين نشوف الفخ ولا مو فخ يا رجال. في في لو تلاحظ في ايش يسمونه شعاع تحت او زون صغير. توني استوعب اسمع توني استوعب شيء. وشو لازم تعيد من البدايه. لازم لازم نشوف. اوكي هنا تخطي طيب. اوه قاعد تشوف البورد ياب. اوكي اصبر يعني حبه هنا يعني هذه يعني هنا واحد ثلاثة إيه كذا واحد معلش اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد ثلاثة اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد ثلاثة اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد ثلاثة اثنين مش رايح تروح واحد اثنين واحد ثلاثة اثنين وات غلط اثنين ثلاثة واحد ليكم من فوق لتحت. لا مو من فوق لتحت والله قهر. طيب يعني اصبر هنا بعدين ليكم بالعكس. والله ما تجي بالعكس ما تجي بالعكس من يمين لسار يمكن. شو انا بسويها الحين؟ اوكي يمين يسار والله يمكن تصدق انه هنا انه هنا اول شيء المسنة الاولى صح؟ ثانية بعدين اصبر خلنا نشوف كم سطر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة واحد نفسه 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 خمس ستة اجى صح علينا يب بس يمكن بالعكس بس بنفس الوقت الثالثة هنا هذه الثالثة فهمت؟ بس انا المست الثانية يكون المفتوحة هي اللي تذبح الباقي عادي وانا قلت لك قبل شوي بس انها انا المست هذه قبل شوي ما موتت ف خطي مدري نسوي تخطي
عارف جرب جرب الحركة إن هذا تروح في أرض تجارب أنت روح على هذه دولة هذه إيه بتموت منها صح ما راح داري أجل شكلها اثنين اللي مفتوحة طيب ليه ثلاثة خربانة شفت ثلاثة ما يمديها يعني صدقوني من راعي الماب غلط في هذه الله يهدي يعني استنتاجنا صحيح لكن يمكننا نسى هذه ولا لخبط في شيء ثاني يب يب شكلها ملخبط هو ريان نزل على الأولى مات أنا نزلت على الثاني ما مت لكن اللي بعدها ثالثة اللي بعدها الثالثة تموت والله يعطيك العافية يعني إذا تسوي ماب مرة ثانية سوي تشيك بوينت والله ترى اليوتيوبرز يحبون تشيك بوينت لأن ما فيه داعي أن يعيد المرحلة أكثر من مرة ما راح يحطها في المقطع يعني أنت حاط بدون تشيك بوينت عشان تعذبه هذا من الأخير يعني هو قاعد يصور مقطع ويتعب ويمنتج وآخر شيء أنت ما تحتاج بوينت عذاب ذا فأنا قلت سكيب صراحة والله أنا ما يعني غلطنا وجربنا وكل شيء بس إنه أوكي مشي عادي خي طقك الحين يقول لا ارجع سوى غصب لا لا مستحيل والله تهاوش معه أوكي مرحلة خشب أوكي زفت أنا والله حط خشب والله فكرة أوكي هذه مرحلة الرابعة على فكرة يعني باقي واحدة مين توقع اليوتيوبر الأخير لا ما إنه لو ريفليكس يمكن حطه بعدنا على طول ساتر هذا على فوق وانا قاعد اروح ذا والله وانا قاعد اروح ذا قبل شوي اوكي اسمع بشرح لك شيء هذه اول شيء نيون جام في بيجيك زي الماسوره من فجره انت ترى بيطيرك فوق بعدين ايه بيطيرك فوق بعدين واحده بس اوه واحده ايه الحين الماسوره هذه انتبه روح فوق الهيبل هذا ايش يسمونها ذي الوي اوه لازم اني اروح فوق هذا طيب كيف اوصل هنا ما اوصل اوه مش عادي صح لا لا مع نقزه جربنا اوكي سويته مع نقزه والله يا رب يا كريم يا ليل الكفرات وبعد مويه يا ساتر يا ساتر يا تكفى 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 يا ساتر باقي باقي نيون او نيو بالهذا الو ريان ها معك خلصت والله العظيم ترى خذيت الريفت عشان خايف ان الزون يسكني يعني ما عليه وصلت كفو يا شيخ يا الهي يا الحمد لله اهم شيء في تشيك بوينت هنا يجب انت يجب تبدا يجب تبدا من مرحله رقم أوكي. واحد الى مرحله رقم ثلاثه شوف مرحله مين ناظر فوق والله دبعود صح نسيناه والله هذه لازم 10 خشب اوكي عشان شفت كيف لازم نبدا واحد ثم اثنين ثم ثلاثه وين واحد طيب هذا على اليمين غالبا صح اوكي شوف ما في تشيك بوينت ليه يا اخي ليه شوف عذبنا ذا ولا ايش احس احس اهون شوي المرحله اللي قبلها يب يب يمكن لانها مراحل مع بعض يمكن لانك تموت مع بعض والله يمكن عشان الحق ادري ان اشغلناكم سالفه التشيك بوينت بس والله صدق يا اخي شيء يقهر وشيء يقهر انك ما تنط سويته بسم الله على اخر شيء طب اضغط هنا ما احتاج لي يعني ما ادري انا اخذت خمسة خمسة خشب خذيت صح؟ اخذت خمسة بس اي اجل لازم اثنين سواليف طيب تعال قايل لك مو معطيك اياها كاملة انت وينك الحين؟ خلصتها ريان جبت خشب ايش السالفة؟ في خشب؟ اضغط هنا سوي بعدين ما في خشب خلاص الحين نروح مرحلة رقم اثنين نخلصها اعادة وش ذا؟ اعادة سكر يلا اها اعادة اوكي فهمت حلو هذا وين ما في بونصر ولا شيء عيال اوه نيو يا يعني مو توصل الجدار لا هد انا توقعت اني اصقع في الجدار عشان اجيب البلاستر اوه والله جبتها صح عليك مو هذه اللي بعدها اي الثالثه هذا قصدي الثالثه لازم تنط على فوق اكثر من انها على قدام فهمت يا سلام عليك صبر سويتها الو هذا خشب الثاني جبته معي هنا عشرة يعني ما يحتاج اروح شو مره ثالثة شو مره ثالثة جبه وش يلا الحين لازم تحول بس ما يمديني اخذ انا بعطيك اياه اعطني اياه اوه رسبة ما يمديني اخذ عرفت انت المرحلة اي روح اصص باخذ واحد ثاني ها ما يمديك اوكي عادي راح اخلص كيف نشبت وات صغيرة كيف اوه في فتحات فتحات صغيرة وات ديم انت لا تموت اصر هاي تعرف القبرود حطوه على صرصور هذا قاعد اشوفه حاليا اقسم بالله شيء كل شيء قريب اوكي رفت جي جي المشكله مثل ما يا ريان مش كان جاي بالخشب المشكله انت الاول واحد خلص الليفل الخامس
بس اوكي شكرا على لعبكم الماب. لا تنسى كود الدعم والجزء الثاني قريبا. اذا تحط الجزء الثاني حط تشيك بوينت. شكرا ريان انك ضبطتني يعني وبس هاي كان مقطع اليوم. ان شاء الله استمتعتوا. لا تقصرون بالدعم باي شيء. شكرا لكم جميعا. مع الخير. سلام.